الهنود إلا صدى شتو سراب كالعطر من ثغر الطيور. أنغامه همس الندى، إحساسه بحر عطوف، بدر تهادى في المدى يهدي لنا أحلى القطوف، يهدي لنا أحلى القطوف. الشعر نبض الكون إذ يسمو به لحن الحروب. وكم طفل بكى جوعا وأم جفنها دامع، هروبا من ردى لردى تراموا في المدى الشاسع، هروبا من ردى لردى تراموا في المدى الشاسع، حياة في ثرى الأحزان، فلماذا يا إنسان، فلماذا يا إنسان، فلماذا يا إنسان. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعي شبكة المجد ومتابعي برنامج لحن الحروف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من لحن الحروف. نعرض هذه الحلقة المباشرة في هذا اليوم، ويلفنا الحزن على حال إخواننا اللاجئين السوريين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم وأن ينفس كربهم وأن يرحم موتاهم وأن يغفر لنا ولجميع من استطاع أن ينصرهم وخذلهم. الحقيقة كانت مشاهد يعني حزينة جدا، ولا أعتقد أن قلبا به ذرة من رحمة أو إنسانية يرى طفلا يموت من البرد ويتجمد من الصقيع، يرى أبا يحمل ابنه بدل أن يحمله في فرح وفي سعادة وفي نجاح، ونحن الآن في اختبارات، يحمل ابنه ميتا من أثر البرد، لكن لله سبحانه وتعالى حكمة، وبعد هذا وبعد هذه الظلمة سينجلي لنا نهار وستزول هذه الغمة عن الأمة الإسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لنكون عمليين يا أحبة، وكل يدعم إخواننا اللاجئين السوريين بما يستطيع من مال ومن دعاء ومن نصرة لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح الحل والبركة قريبا وعاجلا في هذا المشهد الدامي وهذا يعني الحال الذي يصعب على العدو قبل الصديق. اسمحوا لي اليوم أن أرحب بحلقة لحن الحروف التي سنتكلم فيها عن البدائل الصوتية. والبدائل الصوتية باختصار، ولا نخلي عبد الله سكيتي هو الجواب عنها. رحبوا معي بخالد الخلف، حياك الله أبو حسان. كذلك عودة الحميد اللي أحمد المقيط، حياك الله أبو فارس. سعيدين بوجودك. الله يحفظك. محمد المساعد، مرحبا بك، ضيفنا الدائم الموجود. كذلك في إطلالة أولى على البرنامج وهو شرف وتاج على رؤوسنا، عبد الله سكيتي، حياك الله. الله يحييك يا هلا وصالح. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك والله، يكتب خطواتكم إن شاء الله جميعا لتقديم أيضا ما يفيد الناس ويمتعهم. نتكلم عن البدائل الصوتية. إيش هي البدائل الصوتية؟ وإلى أين ستتطور؟ ومن أين بدأت؟ ولماذا تستخدم؟ سؤال مع عبد الله سكيتي، وهو اليوم لا يقدم نفسه كمنشد، إنما كمهندس صوت وموزع، وإن لم يعني أبالغ فهو يعتبر من الفريدين الآن في المملكة العربية السعودية من ناحية ما شاء الله كثرة الإنتاج وجودته في مجال الهندسة الصوتية والتوزيع. نبدأ السؤال بعد الفاصل ونرجع لكم إن شاء الله. الكون إذ يسمو به لحن الحروب.
حياكم الله. عبد الله أسألك عن البدائل الصوتيه، ايش البدائل الصوتيه؟ اول شيء السلام عليكم. مساكم الله بخير جميعا وعلى جمهور قناه المد الرائع. بدائل الصوتيه ديكور او نسميه يعني للانشوده، من آهات ومن خلفيات مصاحبه بشتى الطرق. انت حسيت اني تؤدي بالصوت ها؟ لحظه لا ماخذ احد ديكور، يعني انت تقصد محسنة؟ هو على طول اوجه المدفع على طول كذا. تسمح لي يا شيخ عبد الرحمن؟ بسمح لك بس لازم احرج. لا لا خل بس ياخذ نفس حبيبنا ابو صالح. لا ما اعرف كذا، معلش تفضل معك كذا. طبعا البدائل الصوتيه الكل يعرف انه بهذا المسمى انطلقت من قناه المجد في البدايات قبل 14 سنه تقريبا. وكان يسمى التحدي الكبير او يوصف بالتحدي الكبير، وهو تحدي خاص بأبناء المجد تحديدا يعني ممتع. وقتها والبديل الصوتي هو محاكاة ما تقوم به الموسيقى في المنتجات الإعلامية، الآلات الموسيقية لكن من خلال الصوت البشري. هو محاكاة الموسيقى لكن بالصوت البشري، وإن كان الحقيقة محاكاة الفكرة والأغراض، يعني حتى لا ينصب بالذهن الا انه تحاكي المقطوعه نفسها. صحيح. الموسيقى الا ما تحاكي الفكره. نعم. لذلك انا يعني قيدتها بالاستخدامات في الجوانب الاعلاميه التي يحتاجها هذا البديل الصوتي. جميل. يعني المجالات التاريخيه لما بغيت نتحدث بعد قليل في احد المحاور. ممتاز. لماذا احتجنا البديل الصوتي؟ نتحدث عنه بعد قليل ان اردت. يعني. جميل. احمد كيف انت طبعا صانع يعني وقديم لمساله الاهات والبدائل الصوتيه وكذلك في التوزيع، كيف تصنع البدائل هذه؟ شلون تسويها انت؟ بالنسبه لي اتكلم عن شخصي زي ما نكون، لان في ناس لهم استخدامات اخرى او طرق اخرى يصنعونها بطريقه مختلفه. أي. لكن انا اتكلم احمد المقيض، انا بالنسبه لي اديها لايف، يعني بمعنى زي ما تؤدى الآهات مثلا في يعني بعض الأناشيد المشهورة أو كذا، أنا أدي البدائل الصوتية نفس الطريقة. تمام. مع طبقاتها وتوزيعها وفكرتها، رسمتها كلحن ورسمة توزيعها وإذا كان في أفكار من ناحية الفلاتر وكذا، بحيث أنها تطلع بشكل نهائي كبديل صوتي كامل متكامل. جميل. ترى أحمد كثير من الناس يمكن ما يفهمون المفردات هذه التخصصية الدقيقة. أرجع لك بس أنا بسأل أبو عبد الرحمن، البدائل الصوتية أنت ترى يعني صناعتها هل هي عامل مساعد ولا في غنى يعني عنها؟ يعني هل هي عامل مساعد ولا أساسي في البرامج؟ لا هي أنا أعتقد في بداياتها زي ما أشار الأستاذ خالد أبو حسان، هي بداياتها كانت مثل الرتوش، مثل المكملات. جميل. قبل أن تأتي مرحلة الانتقال العمل الإسلامي. تمام. قلنا من خلال القنوات الفضائية التي تهتم بهذه الصناعة. بالتالي أنت الآن انتقلت إلى مجال آخر للصناعة الإعلامية. إذا أردت أن تصل وأن تحاكي يجب أن تستخدم مثل هذه الأمور اللي هي تعتبر يعني مكملة. يعني بالمختصر المفيد، لا يتصور أنه قناة تلفزيونية تأتي بنشرة الأخبار وتحط لك من البدائل اللي قبل 20 سنة مثلا صوت عصافير أو خرير ما. هذه افكت ساوند أو اللي هي المؤثرات الصوتية. فأنت وهذه فرصة أنك ذكرت عشان نفرق بينها وبين البدائل. جميل. فيأتي الآن أشبه ما تكون، إذا أردنا أن نأتي بها بصريح العبارة، أشبه ما تكون بالموسيقى التصويرية كما يقولون. موسيقى تصويرية مؤداة بصوت بشري. إحنا نتفق هذا، أعتقد بأنه بالنسبة لنا متفقين على أنه، أنا أتكلم بالنسبة لي أنه هي هذا من هذا المنطلق، هذا الأساس. جميل. لا تنازل عنه. أنا أتكلم إيه؟ بغض النظر عن الـ 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 مسألة الـ الـ حل أو حرمة أو كذا، لا أنا أتكلم من ناحية فنية لأنها هي التي في بها عرض العضلات، وهي هي اللي فيها القدرة والتفوق، وهي اللي فيها الفرق الأساسي بينه وبين الموسيقى. عبد الله أحمد حكى كيف يسوي البدائل حقته. نعم. أو هو أو غيره، أنت شلون تسوون البدائل الصوتية هذه؟ نفس طريقة طبعا البدائل على كلام أبوه، كلنا كل تلاحظي سؤال يوجهون كما قال الأستاذ خالد هو القاء صار مرجعنا. هي محاكاة بالنسبة للتنفيذ، أنا على حسب اللحن اللي يجيك، إذا كان في طبعا إذا تكلمنا عن إنشودة أو
استبدال يعني إذا كان موسيقى تصويرية أو نقول خلفيات، يعني عشان ما نقول موسيقى تصويرية، خلفيات لأي عمل فيديو مثلا، ممتاز. أو ما تعمله قناة المجلة القضائية، نعم، أو برنامج ممتاز. أو شارة برنامج على حسب الموسيقى. نعم، تنفذ أنت بصوتك. هي بصوتي، كل الشغل بالصوت. هي التأليف طبعا، هو قبل التنفيذ تأليف النغمة. أكيد تأليف النغمة المجملة والمصاحبة والمكملة لهذا اللحن الأساسي. احنا عندنا أساس، أيوة، وعندنا فروع. فروع له، الفروع اللي هي الآهات والتوزيع المصاحب لهذا الأساس اللي هو اللحن. ممتاز، جميل، بدليل انه ممكن تسمع اللحن الأساسي لوحده بدون أي فروع. جميل. لكن هالفروع هي المجملة، يعني انت مثل البيت لما تسكن بيت عظم على قولتهم كذا، خام، او يكون فيه ديكور، في انت اليوم ديكور وبيت عظم، مش وضعك مقاول شكلك. احنا اقرب شيء للتشبيه، احنا نقرب التشبيه. صحيح، تبي نشبب لكن ما بدري عليك، احنا عندنا. طيب عبد الله، انت الاشياء اللي تنفذها وش تحط؟ شطه، فرانك؟ لا، هو يدفع عليه الاكل. انا لا والله. طيب عبد الله، انت تؤدي في البيتزا، تؤدي اشارات بالفضائح، تؤدي اشارات، عفوا، اناشيد وفيها بدائل، وتؤدي ايضا بدائل خاصه لبرامج او ل نعم. هل في فرق في يعني في هل في فرق بين احساسك او انتاجك لهذه كونها مكمل للنشيد، وكون هذه ستسمع لوحدها البديل الصوتي؟ في فرق البديل الصوتي. شوف، احنا الحين جينا كملنا الاساس، تمام، البديل هو اساس اصلا. مضبوط، احنا يعني ننشئ شيء من لا شيء. ممتاز، ونكمل ايضا عليه فروع. حتى الخلفيات جميعها الموجودة في العالم لها أساس اللي هو اللحن. يا سلام، اللحن الأساسي. اللحن الأساسي يعني اللي يسموها المولدي. بعدين تكمل عليها الخلفيات المصاحبة لها، سواء كان إنشودة يعني ممتاز. كلمات مؤداة مغناة منشدة أو آهات مؤداة. جميل. أبو حسان، سؤال عريض، لماذا نصنع هذه البدائل الصوتية وهل نحن في حاجة لها؟ طبعا بلا شك، أي منتج إعلامي مرئي هو يتكون من شيئين رئيسيين، يعني لا ثالث لهم. عفوا، ترى وائل المصري مخرجنا حاط الان البديل الصوتي حتى اللي مسويه عبد الله السكيتي للنشودة، هذا مثال حي. جميل، الآن. جميل. سم، تفضل. انا اقول اي منتج مرئي وخاصه في الفضائيات وغيرها هي تتكون من شيئين رئيسيين او رئيسين، يعني الصوت والصوره. الصوت والصوره. حينما انشئت القنوات وبدا العمل عليها، لدينا برامج، لدينا محتوى، ليس عندنا إشكال في هذا الأمر. لدينا جرافيك، لدينا صور، ما عندنا في هذا إشكال مطلقا، لكن بقينا في الصوت. يعني القنوات التي تستخدم الموسيقى عندها مكتبة موسيقية وينتهي الموضوع بالنسبة لهم بسهولة، لكن أنا في القنوات المحافظة لدي البينيات بين البرامج، لدي الفواصل داخل كل برنامج، لدي الموسيقى التصويرية في كما الدراما أو الأخبار، إحنا نسميها الخلفيات والأرضيات لبرامجنا. احتجنا فعلا إلى هذا النمط. هل نستخدم المؤثرات الصوتية فقط؟ بلا شك هذا متعب ومستحيل. المؤثرات الصوتية اللي هي ليست أصوات بشرية، بل هي نسميها المصطلح الإفكت ساوند، يعني اللي هي مؤثرات صوتية، صوت جرس، صوت أي صوت من أصوات الطبيعة حتى. جميل. لكنها ليست هي الصوت البشري. لم تعد مجدية. أي نعم، ولا يمكن تغطي أصلا هذه الحاجة. جميل. لأننا 10% بس. ولأن تفتقر للحس. هذا اللي هذه النقطة اللي سأتحدث عنها. ممتاز. البديل الصوتي ميزته أيضا يقوم على موضوع المقامات. يعني أحيانا نحتاج شارة فيها مقام الصبا، يجب أن يعني نعيش هذا الصبا، لأن جميل. البرنامج أو الخلفية أو الآن الدراما الحالية المشهد يحتاج هذا المقطع. فأنا فخروجا من مسألة الموسيقى وكذا، فكرنا بالأصل، يعني اللي سبق الموسيقى وهو من خلق الله عز وجل، وهو الذي يستعرض فيه الإنسان نعمة الله عليه أصلا، يعني وهو الصوت والحنجرة. ممتاز. فنشأت هذه الفكرة، لماذا لا نستخدم فعلا أصواتنا بهذا الشكل؟ يعني ممتاز، نستفيد منها، أنا أقصد، بنمط مختلف عن اللي هو الإنشاد المعتاد يعني. جميل. فقط يعني. وفي سؤال بيكون يعني ضروري بعد هذا، بس أنا بأخذ عبد الله. عبد الله، طبعا أنت دارس أكاديميا في مصر مسألة يعني الأداء الصوتي، المتخصص في الأداء الصوتي، ولا لا؟ نعم. معلومة هذه صحيحة؟ نعم. طيب أبسألك، بالنسبة الآن للأداء الصوتي، هل ترى أنت الآن
أن البدائل هذه اللي قاعد تستخدم هي قادرة تسد الفراغ عن الموسيقى التصويرية وعن الآهات عن عفوا المقطوعات الموسيقية اللي بين الكوبليهات في الأناشيد أو الأغاني، قادرة تسد فراغ؟ قصدك حدد سؤالك، هل هي كفكرة يعني؟ هي كبديل صوتي الآن، هل تعتقد أنه ناجح ولا لازم استخدم لا يعني لا كتأثير؟ ناجح جدا، بس في مشكلة أنه صعب جدا. يعني الناس توقعون سهل تأليف البدائل أو يعني الآهات أو التوزيع المباشر باللايف، تركنا من يعني الأشياء الأخرى السامبلر وال أو موسيقى أو أيا كان، احنا نتكلم عن تنفيذ مباشر لايف، أداء لايف متعب متعب جدا. يعني بالنسبة للموسيقى بكل سهولة يرسم نوتة ويؤدونه في الآلة، يعني فالموضوع منتهي ممكن يعني. بجهاز يعني ممكن بجهاز أحيانا، وفي برامج الحين بعد هي تمشي معك يعني تنزل وتطلع وتنفذ لك توزيع كامل، لكن الصوت البشري صعب ودقيق أدق من الإنشاد أصلا. يعني لأنه حساس ومرتبط بتركات، مضبوط، فترك واحد صار في خلل خلاص لخبط عليك الوضع كاملا. يعني الموسيقي يألف النوتة ويعزفها مباشرة، الآلة تستخدمه يستخدم الآلة يا عبد ولا عنده تركات. طيب ما عنده حتى تركات، ولا عنده تركات، أقصد أنه أسهل لأنه بالبدائل الصوتية حيألفها بعدين يؤديها. طيب حتى لو عنده تركات، نعم نعم سهل، لأنه قد يأخذ بيتش ويأخذ المين عنده هارموني، ممكن يشتغل لك كآلة كمان مثلا يشتغل لك على 12 تراك صح. عبد الله بس برضو تبقى أنه سهلة لأنه في نوسة قدامه. طب احنا بنسمع الآن بس عبد الله في الأوبرا يستخدمون الصوت صح؟ حتى مع الصوت بدون موسيقى أحيانا يحطون إيه في، لكن هل أساس عندهم الصوت؟ فلذلك هذا يبدو إنه في قاعدة أساسية لهالفن يعني. إذا إحنا نقول الأساس الصوت. أناشيدنا القديمة، أناشيد لنا خلنا نأخذ أناشيد الشام وكذا كان فيها آهات. مضبوط. هي بذور للبدائل الصوتية. نعم. طيب. لكنها كانت منثورة. منثورة نثر. جميل. غير مقصود بها الاستخدام اللي يستخدم فيه طيب. الآن. إيش رأيكم نسمع شيء بسيط من المؤثرات الصوتية ونرجع نكمل؟ لا البدائل الصوتية. أو عفواً البدائل الصوتية ناس. حلو، سمعنا هالبديل الصوتي انت اللي مسوي عبد الله صح؟ طيب هذا انت ألفته موسيقيا، ألفت نغمته. نعم. وبعدين حطيت هذه بس مو بصوتي يعني الحين. اي مو بشرط الحين وصلنا الحمد لله لمرحلة يعني واشتغلنا اعمال كثيرة لقناة المجد ولي الشرف ولله الحمد. وصلنا لمرحلة انه نألف الحين وفيه ناس منفذين. جميل. تنفيذ يعني في ما شاء الله ناس حباهم الله يعني صوت جميل لتنفيذ الآهات. ودقيقين جدا في التنفيذ. ايه؟ يعني مو اي صوت ترى يصلح التنفيذ. في مواصفات معينه. هذا سؤال مواصفات معينه. ايش معايير البديل الصوتي؟ اولا يكون يعني بشكل كبير ايقاعيا سليم. جميل. يمشي على الرتم بشكل مرتب. مضبوط. يعني. الشيء الثاني مهم مثل الشعر. احنا عشان ما نقول ايقاعيا نقول الناس اللي ايقاع من الايقاع. احنا مثل الشعر الشاعر موزن. اللي عنده الاوزان ويكتب القصيده موزونه تخيلات. ولا شاعر مضبوط مطناج على قولتك حلوة أسرع شو اسمه شدم هذا المعايير وصلنا المطناج المطناج مفرق المطناج الشيء الثاني يكون التون عنده أسلم من السليم التون هذا وش لا لا المصطلحات لازم توضح التون اللي هو طبعا طبقة صوتك النغمة نغمتك الصوتية يعني في ناس معلش في ناس أجي أقول لهم قل لي يقول لي هذه فرق هذه مختلفة اي شوف في اختلاف ترى في ممكن بعض الناس يقول لا ما اشوف في اختلاف كله آهات اختلاف جذري يعني. طلع تون ونص احيانا وفي ناس يعني دقيقة مو جدا مو احنا بنسوي تجربة لذلك في النغمات في النغمات العربية هي تفرق عن الغربية في مسألة الأنصاف والأرباع جميل نعم. وهذا دلالة على دقتها وبالتالي أنه المقامات الشرقية من المؤكد أنها أصعب صح لذلك تجد مثلا كثير من اللي يعني يؤدي في, في, في بداياته أو كذا يميل إلى أداء المقامات
الغربية, الغربية. ليش؟ لأنه زي المسطرة أسهل, بعض أسهل عليه. نعم. نعم. ما فيها طيب وزنها اللحني, بدل ما نقول إيقاع عشان بس صحيح, وزنها اللحني أو أسهل بكثير من وزن الألحان الشرقية في الغالب أو المقامات الشرقية. ممتاز. في نقطة بس بضيفها عبد الرحمن. إيه بس دقيقة بس أنا عبد الله قال النقطة في ثواني. إيه ترسم نقطة من يعني من الشغلات المهمة في الناس اللي تأدي اللي هو مساحة الصوت. مساحة صوت. إيه مساحة صوتية إذا كانت كبيرة هذا الشخص معناته مؤهل. المساحة الصوتية إيش معناتها؟ يعني طبقات صوتك من القرار من قراره إلى جوابه. تعطيني مثال عليها ممكن الآن؟ طيب أعطيك. يلا. أنا ببدأ من القرار وأوصل إلى القرار الجوار. اللي هو الصوت الضخم هذا. أوكي. إلى صوت. آه. هذه مساحة صوتية. هذه تسمى مساحة صوتية. لابد تتوفر فيك. الشخص اللي يقدر يجيب طبقات متنوعة أكثر من تحت الفوق هذا ميزة له. يعني يكون مؤهل جدا إنه يؤدي. ممتاز. يعني يكون يمشي على الرتم. ويكون ايضا ما يخالف التون او هذا ممكن استاذ احمد اذا كان بينفذ الاها كامله لوحده يعني اتكلم عن التنفيذ. نعم. وهم ما شاء الله يعني بعالمنا يعني قلائل يعني ومن ضمنهم ويحق له اني اقول اسمه يعني احمد عفت يعني في مصر من الناس اللي ابدعوا. وحيد غنيم ايضا. وحيد غنيم من الناس المبدعين يعني في ناس يعتبرون كمن جات الاهات يعتبرون بحيث انه على قولتك يعني يروح المساحات لحاله. طيب انا بسالك احمد نعم حاله نادره. نعم. احيانا تحتاج اصوات معينه مو ضروري انه يكون مثلا عنده طبقات كامله. لا خلاص انا احتاج هذا صوته ابح وفي منطقة معينة عالية مثلا خلاص أنا أحتاجها يعني زي صوت محسن. جميل. قصدك طيب بسأل عبد الرحمن هل ترى أنه مسألة عجل الله يعين لأن ترى اليوم عندنا فقرتين غير هذه اليوم. إيه أسألك عن البدائل الصوتية هذه هل ترى أنها يعني وهذا سؤال يمكن يوجه للجميع بدأت تأخذ منها يعني مقارب للموسيقى من ناحيه استخدام الفلاتر من ناحيه العزف ودخل صوت بشري وطلع يعني طلعت من انا اعطيك بمختصر المفيد بما انك عجل هي هذا الانقلاب انا اسميه انقلاب على الاصل حاصل في هذا المجال او اصله اللي هو الانشاد. ممتاز. الانقلاب حاصل اذا حصل الانقلاب في الاصل الانشاد فكيف سيكون في الفرع مساء الفرع. اي نعم. فهي نبقى انه دائما اذا اردنا ان نعمل وفق اطر احنا جعلناها لانفسنا تتفق مع الهدف والمبدا والطريقه والشكل والسياسه اللي احنا نريدها او نهدف اليها يجب ان يكون لدينا ارضيه وسقف ونعمل بين ترى الآن هذا هو المحور الحامي اللي بدأت فيه الحلقة هذا الآن أنت إن تجاوزنا السقف هذا خرجنا عن أهدافنا أصلا في الموضوع وإن نزلنا إلى السرداب من تحت رجعنا إلى الوراء بشكل غير لائق وأثبتنا أنه نكون إحنا معوى الهدم أنه هذه إحنا غير مجدية يعني طبعا أنه قصدك في خصوصا في الأداء الصوتي. طيب تتكلم كله عن أداء الصوت يعني انا اقصد عشان توضح انه انت تتكلم عن اذا انحرف من الاداء الصوتي الى لا انحرافه بدخول اشياء كثيره طبعا عليه. طيب صحيح. ابو حسان انت ايش رايك هل يعني وعبد الله طبعا يفيدنا لانه هو الفلاتر هذه في بعض من المحسنات وتزيد شوي مساله الـ 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 الوزن السماعي عند الواحد وتزيد حتى من التاثير في النغمه ايش المشكله لما تستخدم يعني هالفلاتر هذه انا والله ساذكر بس بمقوله قالها أحد الموسيقيين الكبار جدا في العالم العربي في بداية عملنا في البديل الصوتي واللي بدأ فيه جزاه الله خير الأخ متعب العبيد متعب المالكي خوينا هو اللي بدأ بالبديل الصوتي وبدأ ينشئ يعني يذهب إلى أقطار الدول العربية قبل 14 سنة لجمع ولشرح أيضا الفكرة. أحد الموسيقيين لما سمع أصوات الزملاء المهندسين والملحنين قال أن البديل الصوتي إذا استمريت فيه هو خطر يهدد الموسيقى العربية. عجيب. نعم بهذا النص يعني. فالرجل للأسف شف هؤلاء ينظرون إلى ما صنعناه أنه إبداع وأنه جميل وأن الصوت البشري قدم شيء
من إمكاناته التي يعني وهبها الله للإنسان ممتاز. وقدمناه بصورة، ثم نأتي سبحان الله بعد فترة ننقلب أو على الأقل نعود تلقائيا إلى الموسيقى شئنا أم أبينا. أنا أتكلم الآن وأرجو أن يكون كلامي واضح، كثير مما يعرض ليس بديلا صوتيا صافيا وليس بديلا صوتيا نقيا، بديلا صوتيا مشوب. تتحمل الكلمة هذه؟ نعم نعم بلا شك. هذه تمثل وجهة نظرك أنت؟ نعم تمثل وجهة نظري وأتحملها تماما يعني. كثير من البدائل الصوتية اللي تعرض وش يطلع فيها؟ زين بلا شك أنها استخدمت فيها آلات واستخدم فيها أشياء المفترض ألا يخدع فيها سمع الجمهور ولا ثقة الجمهور. طب احنا ترى تكلمنا بالتفصيل بس لا لا لا, لا بس لا. انا اقول تكلمنا عن البدائل، انا كلامي فقط الان عن البدائل الصوتية، جزء من البدائل الصوتية الان زين، وانا اتكلم بحكم اني اشرفت عليها 9 أو 10 سنوات. ممتاز. كان ياتينا اشياء يا مهندس يا حبيبنا هذا مستخدم، ويقسم احيانا بالله انها لم تستخدم، فاذا فككنا المشروع للاسف نجد الموسيقى حرة في كل شيء للاسف يعني. فانا اللي اتكلم فيها اقصد موسيقى يعني أو أقلها الأشياء التي لا يعني تحترم ضوابط الجهة اللي طلبت منك هذا الأمر. طيب. بغض النظر عن الحل والحرمة. ممتاز. أنا أتكلم عن المجد، حينما تطلب بديل صوتي خالي حتى من السامبلر واستخداماته تماما وكذا، ومع ذلك بعضهم سامبلر هذا وشو؟ عندنا الشيخ لا أنت اشرح لي برجع لعبد الله. السامبلر يختلف عن الموسيقى يعني ولا إيش؟ لا ما يختلف، أنا بالنسبة لي ما يختلف، بس يمكن عند المهندسين يختلف. طيب. لا أنا بالنسبة أنا بس بتعب. طيب. أنا أتكلم عشان الجمهور بس يكون واعي. طيب. ودائما أنا أتكلم مع زملائنا الأحبة المهندسين أعلن أنك ترى أن الموسيقى ما فيها شيء، ما عندي مشكلة، بس أخبر يا أخي الناس عشان أخبر لأجل الخيار لهم، وليس لا تقول لهم أنه بديل صوتي وتسكت. البديل الصوتي اخو صوتي احنا نعم نسبناه الى الصوت البشري. طيب. كنا نستخدم معه آلة بلا شك انه تحول الى بديل موسيقي وليس بديل. طيب. شركائنا في البرنامج لازم اخذ لهم كم تغريده. برجع للمحور هذا عند عبد الله عريب، تقول للاسف المؤثرات اصبحت طريق الغناء وهو الغناء نفسه. ابراهيم فراج يوافقها، يقول لا مو يعني مو مو انا كنت بقولها ملاحظه الان. ابراهيم يقول للاسف اصبحت البدائل الصوتيه اهم من الاناشيد والمؤثرات. انا ودي نوضح ان نقصد في البدائل الصوتيه مو بس اللي في الاناشيد، حتى اللي تستخدم في الشاشات في البرامج. هذا نجد الخالدي تقول عبد الله سكيتي ببرنامج لحن حروف خربها مطناجه. طيب عبد الله، هذه التغريده هجوميه عليك وبتتعزز السؤال اللي بقولك اياه. تقول مع احترام للمنشد عبد الله سكيتي لانه يبالغ في استخدام البدائل الصوتيه، حتى نتوهم احيانا هل هي اصوات بشريه ام موسيقى. هذه واحده اسمها رتويت المجد او اسمها رتويت. هذه ذكرنا نقطه كنا سنتحدث عنها. طيب. الان زياده الابداع. طيب ابى احط التغريدات. ابو عبد الله بوجه لك السؤال. ابو حسان اطلق كلمه مدويه يعني نعتبرها، وفيها اتهام لكثير من المهندسين الصوت انه يخلطون الموسيقى بالمؤثرات البشريه ويلبسون على المستمعين. انت الان هل توافق ابو حسان بالكلام هذا؟ ثم السؤال الثاني، ماذا يعني ما هو الحد الذي تستخدمه في المؤثرات بعده تصبح موسيقى؟ وجهه نظري إيه؟ ما في حد ايش؟ ما في حد. لا خلينا اول شيء السؤال الاول ابو حسان. نعم. توافقه انه في خلط؟ في خلط عند الكثير، يقول اغلب المهندسين. للاسف انا سمعت والله في كثير، وطلب مني بحكم اني متخصص واعمل هالاشياء. إيه؟ يطلب مني احيانا خلط. طيب جميل. خلط موسيقى اقصد مع اهات، حيث ان السامع يسمع عليه. شيء جميل لكن ما يدري وين وش السبب. ما يقدر يفككه بحيث انه يسمع يسمع قطعه واحده بس. قطعه واحده زي ما اسوي لك طبخه واحط فيها رشه يسمع بديل صوت. لا 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 صح ولا لا؟ لا في حلويات الان، يمكن في قصه بعد يعرفها ابو عثمان. في حلويات فيها خنزير فيها خنزير وفيها خمور وفيها طيب. كحول. طيب. او في كحول يعني حلو يخلط. احنا بدنا ناخذ زبده للوقت مو معي. عبد الله السؤال الثاني، انت ايش تستخدم وش الحد؟ يعني اقصد واحد حط لك بديل صوتي، اضفت له فلتر مثلا اوتوتيون هذا اللي يقول خلي الصوت كذا مثلا، او عرفت، او اضاف لك مثلا السامبلر اللي قاله، وش هو السامبلر هذا اللي الناس مختلفين عليه؟ ابو حسان يقول انا بالنسبه لي ها انه ثم الشيء المهم ترى اللي يعني احنا ما راح نتطرق له طبعا، اللي هو انه القاعده الفقهيه والاساس الفقهي والشرعي ترى يختلف ايضا ابو حسان من شخص لشخص. انت ترى هذه
انه موسيقى غيرك لا يقول لك خلي ما هي موسيقى حره فيها فلاتر. عبد الله عطنا جواب صريح انه ايش الحد اللي بعده خلاص يعتبر هذا موسيقى. انا قلت لك ما عندي ما في حد. شلون ما في حد؟ ما دام الصوت بشري ايه؟ انا استخدمه ايه؟ والله عطاني عز وجل قدره ابداعيه بصوتي ايه وبطريقه تنفيذه ما في حد. لكن تختلف طبعا ترى من قصيده لقصيده. احيانا لما اجيب لك قصيده رتمها سريع مثلا عبد الله عن... لا 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 رحيمين خليني الحين دخل لا وقت مين انا اتكلم بنفس الموضوع. طيب عبد الله دقيقه انا حطيت لك عرفت حلو. جيت انت تقول الان كذا هذا معنى كلامه. دخلناها في الجهاز او دخلناها في الاورج اللي يعزف عليه وعزفنا وحطيت عليها فلتر وحطيت عليها مدو وطلعتها للناس انها انت تقول ما انت تحتاج انك تدخل هذه اللي دخلها اللي يجيب خلنا نقول سؤالبه والثاني يا ابو عبد الرحمن خلنا نقول سؤال اسمح لي دقيقه انعزفت وطلعت للناس. هذا انت في كلامك في اللي فهمت انا منك انه هذا أن تعرض للناس المؤثرات البشريه او المهندسين يعرضون مؤثرات بشريه او بدائل صوتيه. طب وش هو السامبلر؟ جاوبني عليه. طيب السامبلر أنا أعتبره تقنية جاءت لخدمة الصوت ممتاز. بغض النظر عن طريقة استخدامها كيفية استخدامها أو شكلها أو شكلها مضبوط. بالمناسبة أنا أشتغلها عندي بالماوس شكلها. في ناس يعزفونها عزف في ناس يرسمونها رسم في ناس فأنا أقصد أنها هي أنا أعتبرها تقنية إضافة صوتك البشري إيه؟ فيه أحيانا نغمات أو انتقال من نغمة لنغمة النغمة نغمة أو مقام المقام يمكن ما تقدر تجيبه بالدقة هذه أو بسرعة يعني قبل يمكن أبو عبد الرحمن ترى من رواد الآهات قبل بس بدون سامبلر آهات المجرد كنا نجلس على القصيدة الواحدة كنت أشتغلها لايف كنت أجلس على القصيدة الواحدة 7 ساعات في تركيب أرضيات فقط ممتاز يعني أرضيات فقط. ومع السامبلر؟ لا مع السامبلر تاخذ 25 دقيقة. عجيب تركيب أرضيات. طيب أنت الحين ترى ما عرفنا وش السامبلر. طيب السامبلر هو قال قياس عليه قياس قال الناس يعزفون وناس بالماوس طيب. هي شوف هي إضافة صوتك. شو معنى يعزفون؟ صوتك أنا لما أقول عندي الحين السلم حق الصوت البشري إيه؟ اللي انا راح استخدمه لايف او راح لا عبد الله بدون لا تكفى شوف لا 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 دقيقه ابو عبد الله الله يرحمه والديك صوتك كلمه يدخل ويعزف يا اخي والله ما معنى وقت اسمعني خلي الرجال يشرح على راحته. نعم يا اخي انت قلت الان انه جاك صوت. طيب وش سويت بالصوت هذا ودي اعرف انا اللي هو السامبلر هذا وش صار خلاص صار الحين هو بيصل هل هو صوتك نفسه اللي يدخل ريحه قال نعم صوتك نعم صوتي طيب وليش ابو حسين يقول حرام اجل يقول لا في جزئيه اخرى نتكلم عن ابو حسين مبدي السامبلر يعني موسيقى ولا لا بالعربي عندك انت موسيقى ولا لا لا انا اشوف انه صوت. طيب وانت تشوف انه موسيقى بلا شك بلا شك هنا المشكله انا الفيصل بين الاثنين في جزئيه مهمه لا في جزئيه مهمه. طيب عبد الله خلصت كلامك يمكن ابو عبد الرحمن يتكلم عن طريقه تنفيذه إيه؟ لا مو على طريقه التنفيذ. فيه ناس تستخدم الـ 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 السامبلر إيه؟ اللي هو تدخل على الصوت صح اشياء معينه اللي سبق انا تكلمت عنها يعني يجي يقول لي انا بديل صوتي صح مدخل صوته بس انا يهمني المخرج هذا المدخل صحيح المخرج غير صحيح. وليش؟ المدخل اتفق فيه مع عبد الله سكيتي المخرج اتفق فيه مع ابو حسان. وش الطريقه الطريقه يدخل صوت محمد المساعد ويطلع صوت ربابه. وشلون طلع صوت ربابه عن طريق لا ما انا اختلف معكم جميعا أختلف شوف هي شوف انا الان عندي ناخذ انا جربتها على سلم كامل تمام السلم الموسيقي عامه 7 احرف يسمونه اوكتاف. طيب 7 احرف من الدو الى الدو. عبد الله اختصر لي تكفى. طيب انا لما اركب الحرف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع اللي هو من القرار للجواب اللي جابه لك يعني من لا طيب وما بينهما ايه؟ كويس خلاص انا الحين لما اسوي لك هال يعني من ايش حيكون؟ حيكون عندي اسرع يعني تنفيذ اسرع من يركبها انا مباشره. هذا كلام نظر كلام فني ما يفيد الناس عبد الله معليش سؤالي واضح ابغى اعرف عشان احنا طولنا في النقطه وهي المخرج لا المخرج لا 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 مو المخرج انا بالعمليات عندنا مدخلات صوت بشري
نبي اللي في الوسط المخرج اللي في الوسط. دقيقة أبو فيصل، المخرج عندنا صوت موسيقي أو شبيه بموسيقي، عرفت؟ أنا أتكلم هنا في الوسط عشان الناس تفهم، بس بدون كلام فني، إيش يصير داخل في الوسط؟ اختلف معه المخرج، إيش يصير؟ أنت شو تسوي داخل كمهندس صوت؟ عشان يعني أنت حطيت الصوت البشري وطلع لي بشكل غير اللي دخلته فيه، صح؟ نعم. إيش صار في النص هنا؟ رسمت شلون؟ عزف؟ عزف ماوس؟ رسم؟ إيه؟ تركيب؟ سمها أي ما شئت. تمام. الناس يختلفون عند كلمة أنه الصوت يعزف. يعني هنا الاختلاف. طيب أنا بعزف صوتي مباشرة، أنا بدل ما أقول كويس أنا أجيبها مثلا الآن، قدرت أجيبها، في ناس ما يقدرون يجيبونها. لكن لما أخذ صوتي وأخذ صوتك وأخذ صوت، خلاص أنا أقدر أجيبه بالطريقة اللي أنا أرسمها عندي حسب اللحن. حسب اللحن مضبوط. والبرنامج هذا حسب مخزن فيه أصوات مخزن معينة، مخزن فيه أصوات معينة وأصوات عالمية وبشرية وأصوات بشرية بحتة، السامبلر. نعم. طيب وركت خلاص، ما نبقى أنا زادت قناعتي على فكرة الموسيقي الآن. طيب خلاص أحمد، وضحت هي في وتري واضح. يعني عبد الله أنا آسف اللي قاطعتك، بس إحنا ليش الناس لما تشوف يقول لك تون ونغمة سبع من أكتاف ما يعرفون، يبغوا يعرفون إيش صار بالضبط بدون كلام فني. فأنا طيب إحنا ممكن إذا في وقت أنا بنسوي بروفة مباشرة في خلال 30 ثانية. أبشر عيوني يا أبو فيصل، عندنا هذه نقطة مهمة، بس سمع صوتك ما عندنا ثلاثة بس اليوم أو اثنين. إيش رأيك في النقطة هذه أنت اللي هي بس اللي هي إنه لأنه في عدة نقاط. لا النقاط الأخيرة، النقطة الأخيرة اللي هي البديل الصوتي. أي. هل يعني توجه إلى منحنى سيء وصار فيه تلبيس على الناس؟ والله يعني أنا اللي قاعد أشوفه إيه؟ في ناس استمرت على البديل الصوتي بمعناه النقي. أنت قاعد تسمع فعلا بديل صوتي، صوت إنسان قاعد يؤدي لك بديل صوتي رائع متقن بشكل احترافي ويغنيك عن الموسيقى ويغنيك عن أمثالها. وفي ناس لا جنحت، ففي موجود كذا وموجود كذا، وفي ناس تلبس وفي ناس تقول لك فعلا أنا قاعد أستخدم موسيقى، وفي ناس دخلوا في قضايا أنه مش الفرق وذا خلاص خلنا نستخدم آلات، وفي ناس يقول لك لا والله فلاتر، وفي ناس عرفت. لكن في النهاية كل ذولا يصفون على أنه في ناس استمروا على خطهم اللي هو الأداء اللايف. طب أنت اشترى في النهاية. أنا بالنسبة لي إيه؟ قاعد أشوف أنه الشخص المحترف أنت أيوة أرفع أيوة أسلم الشخص المحترف إذا أدى لايف بصورة صحيحة يغني عن أي فلاتر وأي ممتاز. عبد الله طبعا إحنا من نافلة القول إن نقول إنه مستندين على يعني فتاوى وراء شرعية، صح؟ علشان يمكن الناس ما يفهمون لما تدخل عليه. طيب. الأوتو تيون أو تدخل عليه مستندين على أراء شرعية. هذا عشان كذا أنا أقول لك المخرج. نعم. هذا اللي أبيك توضح. طيب. ترى عندنا فقرتين مستندين على أراء شرعية، هذا شيء مهم يعرفونه. نعم طيب. أكيد في نقطة نقطها إلا على كلام. والله ما عندي وقت، أعطني مثال تكفى. نقطة تشوفها مهمة. نعم. ولا نعم. المثال أهم؟ لا شوف، ترى أنا كلامي الآن عن السامبلر ماني مقتنع بالسامبلر إنه يطلع، بس لما نجي نتكلم ونفند الموضوع أصلاً ما في شيء أجمل من اللايف والصوت المنفذ مباشرة، ما في أجمل. لكن في أشياء. أجل إيش تستخدمه؟ أسرع. خلاص طيب واضح. عطى مثال في ثواني. لا ويختلف عن. مو بديل صوتي يا أبو، يعني خلاص الصوت. صار مختلف. طيب أبو حسن. لا احنا شوف النقطة اللي وضحناها لا نرجع لها. عبد الله عطني مثال سريع الآن. المثال اللي يحتاجكم جميعا. يلا سم. طيب. هذا مثال على ايش؟ على عدم استخدام السامبلر. مضبوط. يلا. كويس. نبي من كل واحد نغمة صوتية. يلا مضبوط. ما بقول لك ما رتبت. يلا ما رتبت على اي مقام. لا ابي بس بعد ارضية. يلا. طيب نبدا من واحد اختار قرار واللي اعلى منها واللي اعلى خلاص بس لأن بنجيبها مع بعض تبي تبدون. طيب. وبركب أنا المولدي. طيب. الأساس صح ولا لا؟ هذا الحين صار الأرضية. يمكن لو بسمعك المولدي هذا ما راح يكون حلو عندك. طيب. لكن مع الأصوات المصاحبة بيختلف. مضبوط. علشان شوف باختصار إيه؟
شفت الوقت اللي استغرقتوه انا جبت الان 1 2 3 4 علشان ينفذوا لي الباد صح وانا نفذت اللحن الاساسي تمام صح ولا لا شفت تركيب الوقت التركيب هذا الصوت ايوه هذا اللي ياخذ عندنا وقت كبير جدا ويستهلك طاقه وجهد لكن في وجود هالأجهزة والتقنية الموجودة سرعت عندنا العملية مضبط. فصرت تهتم بالأساسيات خلاص أنا عندي اللحن الأساسي عندي الأشياء المصاحبة بس في أشياء أرضية يلزم وجودها طيب. ولا تلزم أني أركبها مباشرة طيب. شكرا للجميع بدون فاصل أبو عبد لا 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 لا, 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 لا نجي بعد شوي لأنه عبد جدا محمد المساعد بيسمعنا بصوته الجميل أحد الأناشيد الآن اللي يلا بدون ما نطلع فاصل إنه والله ما معنا وقت وباقي معنا تسليم هدية حقة الكليب يلا ابو عبد الرحمن في حاجة طلبها ابو حسان بس عشاني اني اذكرها بس بمناسبة ما يحل باخواننا اللاجئين يعني ابو الشباب مو مقصرين في البدائل الصوتية الان نعم يا موطني ماذا اقول كأننا اغراب دار أطفالنا متغربون فلا حنان ولا اعتبار موطني يا موطني موطني يا موطني ماذا أقول كأننا غراب دار يا موطني الكيل زاد وزادت البل وانتشار انتشار فجحافل الغازين من شتى المواقع والديار والديار موطني يا موطني موطني يا موطني موطني يا موطني موطني يا موطني ماذا أقول كأننا أغراب دار ماذا أقول كأننا أغراب دار تسلم يا أبو عثمان عبد الله سكيتي بيسمعنا مقطوعة من إنشودة وهذا دليل على أن البدائل الصوتية يعني فعلا فرض نفسها البديل الصوتي هذا يمكن كثير ما يدري أن عبد الله سكيتي هو اللي مسويه استخدم في برنامج 99 للمذيع صلاح الغيدان وخلت انتشار كبير نبي ناخذ المقطوعة عبد الله مع البديل الصوتي اللي أديته تسلم شوف جيت بسرعة عشان صفق الحال اليوم ايش فيكم ما شاء الله طبوها شوي طيب شكرا يا بالله مثل هذه يحتاج ساملر يا الله يبارك انا ابو حسان يعني شوف انا ما احب وجوده ولا يعني حتى في الاعمال اللي تنزل لي في السوق ما استخدمه لا اقول ما شاء الله شوف شلون يعني هو يقصد انه هذا شيء قوي تكفى في 10 ثواني كان عندك على الفوكلات 10 ثواني بس تكفى الفوكل هذا جانب اخر بعد يعني ما يعني نقاشه بثواني ما ينفع حقيقة راح 5 ثواني طيب خلاص أول شيء طبعا عندنا شدة عبد الله القزلان اللي هي كانت قبل أسبوعين وأجلناها شوي عدد من الكليبات وصلتنا أشكر محبة الخير ولارا وللإبداع رمز وسيما سيما والجنة غالية تستحق التضحية ويوسف الزهراني وأمينة بيضاء
ومجاديف الأمل بالله وباس العبد طفور. شكرا لكم جميعا وسعيدين صراحة بمشاركاتكم. واختير الكليب اللي نفذه باسل عبدو طفور. نشوف الكليب ونرجع لكم إن شاء الله للختام. لقاء الحبيبات حين الوصال شفاء لروح تعاني العلاج وشوقي لها لا نظير له كشوق الغريب لدار وآب. هي الوصل والأنس في رحلة من العمر تطوى بكف الزوال أرتل حين لقائي بها من الآي حبا قصارا طوال من الآي حبا قصارا طوال فيكفي سموا حديثي لها بأن كان عن ربنا ذي الجلال صلاتي هي الوصل عزي به ونور يزيل ظلام الظلام فيلاها. ألف مبروك الباسل عبدو طفور. حيتواصلون معك إن شاء الله الشباب لتسليمك الهدية. الهدية عبارة عن جهاز DVD ومجموعة من الإصدارات الإنشادية. اليوم كموضوع يعني حساس احتمال أن احنا نكمله إن شاء الله في وطبعا ودقيق وفيه جزئيات كثيرة. في الختام أشكر ضيوفي خالد الخلف وأحمد المقيط وأشكر عبد الأسكيتي ومحمد المساعي. شكرا لهم جميعا. نبي يختمون بكلمة أخيرة حول هالموضوع هذا. أبو حسان أنا أقول لو تابعنا الآن الغرب عندهم شيء اسمه الأكابيلا يمكن تناقش فيها أنا وأبو صالح قبل الحلقة. الأكابيلا هذه موجودة الآن تجد الشخص نفسه بدون استخدامات أمام الكاميرا هو نفسه يصور نفسه بعدة مسارات يطبقها بصوته ثم تنتج لك موسيقى هائلة بغض النظر عن مسألة الموسيقى اللي ينتجها. مضبوط. لكن أتكلم شوف القدرات الصوتية اللي حباها الله لنا يعني ما نحتاج في الغالب باستثناء الوقت وأنا في رأيي نتحمل الوقت ولا نلجأ إلى أي شيء قد يعني يدخل في عملنا في أحمد أؤيد كلام أبو حسان كنت بطرح النقطة هذه بس الوقت ضاق علينا. فعلا فن الأكابيلا لو يستخدم للبدائل الصوتية أنا أعتبره جدا راح يغطي شيء مو بسيط وهذا اللي يعني حبيتني. الله يعطيك العافية. أبو عبد الرحمن أنا أرجع كلمتين. الأجهزة ممكن أنه الإنسان يستخدم في حدود الخطين اللي رسمتهم سقف أعلى وسقف أدنى. ممتاز. حتى ننتج مخرج جميل. عبد الله وبنختم معك بنشودة. والله الحمد يعني قناة المجد الفضائية يعني كان لي الشرف قلت لك في بداية الحلقة أن نعمل معهم. طبعا جميع الأعمال التي نفذت لقناة المجد ولغير قناة المجد ممن أراد يعني للإطمئنان للإطمئنان والله الحمد خالي من أي شيء. فأنا أتكلم فقط لتفنيد الموضوع ولعرضه بكل وسائل يعني بكل صراحة. تكلم توفنيا يا أبو صالح بينما نعم. ما تنتجه للمجد هذا خارج عن نطاق الجانب الفني اللي ذكرته. كان في ناس يتصلون علي بيجون يشتغلون عندي في الفلا يتكلمون أنه لا بس إحنا نخاف منك. ايه انا عندي عرض وطلب ما شئت فخذ. طيب شكرا يا عبد الله وشكرا لكم جميعا. نلقاكم ان شاء الله الخميس القادم مع لحن الحروف باذن الله سبحانه وتعالى. ونسال الله سبحانه وتعالى ان نلتقي الاسبوع القادم وقد انزاحت الغمه عن اخواننا. نصلهم ان شاء الله دائما بالدعاء ونطلب منهم ان يعذرونا على تقصيرنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى المغفره. ذلك كانت حلقه اليوم جميله. الى اللقاء ونختم عفوا مع عبد الله سكيتي بهالمقطوعه الجميله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمان الله يا ربعي وناسي ترى والله انا ماني بناسي ما عزتكم على عيني وراسي ما عزتكم على عيني وراسي عسى الايام تجمعنا معاكم في لحن الحروف يجمعنا معاكم. وبمان الله يا ربعي وناسي ترى والله أنا
معزتكم على عيني وراسي، معزتكم على عيني وراسي، عسى الأيام تجمعنا معاكم، عسى الأيام تجمعنا معاك. ما السحر ما ومض الطيور، ما الشهد ما حسن الهنود، إلا صدى شدو سرى كالعطر من ثغر الطيور. أنغامه همس